أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. قبل حلقات يعني ليست بعيدة، في حلقة تحدثنا عن ما تعرض له الطبيب العراقي في العراق، يعني من أذى، من تهديد، من حياة غير مستقرة، ودفعوا كثير من الأطباء ثمن ذلك حياتهم وهاجروا الكثير. تحدثنا في هذا الموضوع. الحقيقة هذا موضوع مهم ومثير، لكن في نفس الوقت مثل ما نتحدث عن الأطباء يتعرضون إلى أشياء سيئة ومؤذية، في نفس الوقت أيضا هناك أوضاع سيئة في مستشفياتنا، في مراكزنا الصحية إذا كانت لدينا مراكز صحية، يساهم بها الطبيب ويساهم بها الكادر الصحي كله، وتساهم به المستشفيات، وأقصد المستشفيات الحكومية والكادر الطبي الحكومي، لأنه لم يشهد التاريخ في العراق منذ تأسيس أول مستشفى في عصرنا الحديث لحد الآن، إلى حد 2003، لم يشهد تخلفا وإهمالا للمستشفيات والمراكز الصحية مثل ما شهدته 21 سنة الماضية. المستشفيات الصحية في المستشفيات وكل المراكز الصحية في العراق بناها التحتية منتهية، لم يبنوا مستشفى واحدة خلال هذه السنوات مستشفى ممكن الاعتماد عليها ويقال لها أن هذه مستشفى. هناك مستشفيات ومراكز صحية أهلية، نعم، كثيرة كثيرة جدا جدا، لكن أسعارها عالية جدا، وهي مشاريع تجارية ليس إلا، مثل المدارس والكليات الأهلية اللي ملأت العراق، مشاريع تجارية ورعوها. تسأل من مالك هذه المستشفى، من مالك هذه المدرسة، من مالك هذه الجامعة، يطلع تاجر، يطلع عضو بالبرلمان، يطلع وزير، يطلع ما أعرف منه، يطلع قرايب مدري منه، يطلع قرايب رئيس الوزراء، يطلع قرايب ما أعرف منه، يمتلكون أموال وميليشياوي واحد يمتلكه ويدفع فلوس وتجارة، مشاريع تجارية تدور عليه الأموال ليس إلا. أما المستشفيات الحكومية، المراكز الصحية الحكومية، إذا كانت هناك مراكز صحية حكومية فهي في أسوأ حال. اللي خلينا نتحدث هذا، شاهدنا فيديو يمكن الكثير منكم شاهدوه، لشخص في البصرة والدته في حالة صحية، يعني ندعو لها بالشفاء إن شاء الله. عراقية هي، أول وتالي هي عراقية وهو عراقي، كان يعني يستشيط غضبا وقهرا على الوضع اللي جايب والدته حتى يفحصوها، ساعات يتوسل، ماكو طبيب يحط الكانون هاي اللي يفحصون بها الدم، اللي يسحبون بها دم، ماكو طبيب، ماكو، يقولوا له روح المستشفى اهليه، هم بالمستشفى يقولوا له روح المستشفى اهليه، طيب ما عنده هو. كان يستشيط غضبا وامه امامه في حاله مزريه. واللي يقهر عندما تقرأ تعليقات كثيرة تجد البعض يعلق ميليشياوي وما أعرف منه، يريد يمدح بالحكومة، يكذب، يعني يتكلم بلغة وكأنه يعني منزوع الإنسانية. لا أنت تكذب، شنو يكذب؟ شنو يكذب؟ في وضع مصور وفيديو من أسوأ ما يمكن، وهذا الحال كله متكرر في كل المستشفيات. هي مستشفياتنا يعني بابها تؤدي، الباب الخلفية لها تؤدي إلى المقبرة، من يدخلها مفقود، اللي يخرج منها لو محمول إلى المقبرة، لو محمول وهو مملوء بالأمراض والعلل والأوبئة. هذه كارثة كبيرة، هذه مستشفياتنا. شوف مستشفياتنا، شوف الفيديوهات كثيرة مليانة قطط وفئران ومخلفات طبية وأوساخ، مصيبة كبيرة. هذا الشخص كان يقول لهم، يتحدث الى الحكومه ويتحدث الى الكل، انتم عار، وفعلا هم عار، لانه الحكومه والسلطه التي لا ترعى مواطنها صحيا لا تستحق ان تكون سلطه، لا تستحق. اللي ما تقدم خدمات للمواطن شو ايش جاي سلطه؟ صار لهم 21 سنه صدعوا رؤوسنا وقلوبنا وعقولنا وحياتنا كلها، حولوها الى ظلام في حديثهم عن المظلوميه. ماشي، مظلومين، انصفوا الناس، ما تقولوا احنا مظلومين، انصفوا الناس، انصفوا الناس، قدموا لهم خدمات،
سووا لهم مستشفيات بيها خير، لا تبوقون لا تسرقون لا تنهبون. شنو الأدوية على الأرصفة تلقاها وما تلقاها بالمستشفيات؟ شنو الأطباء ما تلقاهم؟ شنو كوادر ما تلقاهم؟ روح للمستشفيات الأهلية، المستشفيات الأهلية من يستطيع أن يتحملها؟ هذا يبيع بيته ويبيع هدومه ويبيع الخلفوه حتى يودي مريض للمستشفى. العراقيين دفعوا 500 مليون دولار خلال سنة ال 22 أو ال 21 إلى الهند فقط لكي يجرى عمليات وفحص، بس الهند أخذت من عندنا هلقد، باقي الدول نص مليار دولار بس دافعيه العراقيين يروحون هناك، وذول اللي دفعوها من أمه باعوا بيوتهم وباعوا ما يملكون وراحوا وذهبوا، أما الباقيين اللي ما يملكون شيء خليهم يموتون. هذا الوضع الحالي، علاج بسيط ما حد يلقاه، أرواح الناس رخيصة، الحكومة التي تنظر أو السلطة التي تنظر إلى أرواح الناس رخيصة لا تستحق أن تكون سلطة. ما قيمة بلد، مرة أخرى أقول ما قيمة بلد، ما قيمة سلطة لا تقدم خدمات للناس، ما قيمة بلد لا يرعى مواطنيه. ما هو من هذا الناس كفرت بالبلد، الناس دي تهاجر وتطلع، والشباب الحلوة ترمي نفسها بالبحار وتخلي ايديها بيد ال... بيد ال... بيد ال... بيد ذول المهربين اللي يروحون بيه بالغابات يقتلوهم وبغير مكان واماكن الطرق غريبه عجيبه لكي يوصلوا الى اوروبا ويصلوا. لماذا؟ لانه هذا الوضع اللي يعيشوه، هذا الحياه اللي يعيشوها، هي الحياه بس سوالف ونعيش بالماضي. يعني الحاضر ما نعيش بيه ولا المستقبل، ما عندنا، احنا عندنا الماضي، يجب ان يعني نعيش بالماضي ونبقى بالماضي، وهو الماضي راح يعيننا في هذه الحياة. فإلى هنا وصلنا. شوف المخلفات الطبية، شوفون شلون تنذب، شوف المستشفيات، شوف المصيبة، شوف الأمراض، شوف العلل، شوف الفيروسات في هذه المستشفيات. المستشفيات انتهت، مدينة الطب ولا لحد الآن موجودة، بالستينات انبنت لحد الآن موجودة، مستشفى اليرموك لحد الآن موجودة، جددناها شنو جددتوها؟ هاي مستشفيات ابسط لجنه تاتي تقول لك هاي يجب ان تزيلوها، والارض هذه اللي موجوده عليها يجب ان تعقم لسنوات كثيره، يلا يبنى عليها وما اعرف شلون راح يبنون عليها، لانه مليانه اوبئه وفيروسات. صالات العمليات كلها ملوثه والحياه كلها ملوثه. هذا الوضع اللي تعيشه مستشفياتنا، بلا بنى تحتيه، بلا خدمات، بلا كل شيء، بلا اطباء، بلا، نعم الأطباء يتعرضون لمضايقات كبيرة ولظلم كبير، لكن لا توجد رعاية، لا توجد مستشفيات تجعل من الطبيب، تجعل من الكادر الطبي يحترم وجوده في هذا المبنى، في هذا التكوين الهائل، في هذا الذي يحوي على كل الأجهزة وعلى كل الخدمات ويقدم الخدمات، وفي بإطار قانوني يحمي المواطن فيه. ما يوجد هذا. وبالتالي هو من يدخل هذه المستشفيات الفقير، إذا كل الشعب يدخل لأن الشعب كله فقير، يذهب إلى هذه المستشفيات ويعاني ما يعاني. وصرخة هذا الرجل في البصرة على أمه صح الميت، مو بس صح مع الأسف الشديد. وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى، لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.